توج السيد علي بن محمد الفاضل المري نائب رئيس اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي الفرق الفائزة بسباق قوارب التجديف الشعبي على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ويأتي التتويج ضمن فعاليات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السادسة. وكرر فريق سموم بقيادة النخبة أحمد ناصر البوسميط فوزه للمرة الثانية على التوالي بعد أن حقق المركز الأول في السباق الذي أقيم الجمعة. وجاء فريق إعصار بقيادة النخبة عبد الله خليفة الحدي في المركز الثاني، فيما حل فريق العديد بقيادة النخبة جمعة حمد الحسن في المركز الثالث. وأقيم السباق بمشاركة 12 فريقا الذي امتد لمسافة 3000 متر انطلاقا من المنطقة القريبة من منتزه خليفة بن سلمان وصولا إلى المنطقة المحاذية لمتحف البحرين الوطني. مشاركين أدوا اللي عليهم زيادة، شفنا تنافس عالي ما شاء الله، نقول لهم مبروك اللي فايزين، إن شاء الله اللي ما حالفهم الحظ في سباقات إن شاء الله جاية يقدرون يعوضون. طبعا مجهود العمل اللي الاسابيع والشهور اللي طافت اليوم تاتي ثمارها اليوم في النتائج والحصول على الفوز، مثل ما تشوف الفرحه في عامه، الحضور ما شاء الله طيب من الجمهور من المتسابقين ما شاء الله. طبعا اليوم ناس ما تعرفون تقريبا 150 مشارك في السباق 12 فريق، المنافسه كانت جدا قويه وشفتوا النهايه طبعا كلش المنافسة قوية. الحمد لله بفضل من الله قدرنا احنا اليوم نحصل على المركز الأول بعد منافسة شرسة مع الأفرقة الثلاثة الأولى، وهذه توفيق بيد الله. ولله الحمد، شعور اليوم سباقنا اليوم ما ينوصف غير عن السباقات اللي راحت، السبب الظروف أخرتنا شوي، لكن السباق الجاي إن شاء الله بنعوض اللي حدث اليوم. نحرص إن شاء الله حق كاس جلالة الملك يكون الأعداد مكثف وعندنا وقت نعد فيه إن شاء الله. بإذن الله. والله أول شيء منافسة طبعا جدا شرسة كانت، خاصة شوط سمو الشيخ ناصر، والحمد لله توفقنا أن يبنى المركز الثاني، والفوز أنك توصل خط النهاية يعني.